تتواصل انطلاقات أشواط صباحي هذا اليوم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات، وينطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته الشوط الحادي عشر في أشواط صباح هذا اليوم الذي يحمل هذه التحديات من 8 كيلو مترات في أشواط الحيل والزمول في صباح هذا اليوم، شوط خاص بالحول في هذا الانطلاق والاندفاع الجميل. انطلق الشوط وانطلقت كذلك الامال في تحقيق الفوز والناموس في طيلة مسافة 8 كيلو مترات. نسير مباشرة الى المراكز الاولى. شوف المركز الاول تاتي شكله، تتقدم المشاركات وتنطلق الى المركز الاول من هجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تقود مسار هذا الشوط بعد بداية الانطلاق، بينما الصميم تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يضمرها، بينما المركز الثالث تتقدم في النويعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعلي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري الذي يضمرها ويقوم بعنايتها، بينما المركز رابع المراكز تقدمت في هذه اللحظات. مزوح تتقدم في هذه اللحظة وتأتي إلى رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر عبيد بن حمد بن بريك بالحيمر المري الذي يقدم هذه الانطلاقات، بينما المركز الخامس خامس المراكز تتواجد فيه الوجبة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تندفع إلى المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى في بداية الانطلاقة والتحديات، هذه الأرقام المذاعة، ولكن هناك أسماء وهناك تبادل وهناك تغييرات في طيلة هذه المسافة، انتظروها وتابعوها من الحول في هذا الشوط الذي تندفع حاملة اللواء الناموس والتحدي. نسير مع المركز الأول، غيرت وانطلقت إلى مقدمة الشوط، غيرت هناك مزوح إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبيد بن حمد بن بريك بالحيمر المري يضمرها عمدة المضمرين، بينما هناك يتأتي النويعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني والموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحة بالمري يقودها كذلك بهذه الموهبة، موهبة التضمير والتنافس والتحدي مع الأخوان المضمرين، بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز الشكلة من هجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وتأتي هناك وتتقدم في هذه اللحظات الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وأحمد بن علي العويسي مضمر 5 نجوم، كذلك يتقدم في هذه ويقدم الشايبة في هذا المسار. المركز الخامس الصميم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من أحد شبابنا المضمرين، يقدم الصميم في مسار هذا الشوط في انطلاقة هذا الشوط الجميل. يا سلام، الخمس المراكز الأولى والأداء رائع في هذا الشوط، والأسماء قوية تتنافس في ميدان الشحانية هنا في ميدان التحدي والأثارة في هذا الملتقى الخليجي الجميل، ملتقى الأصالة في ميدان الأصالة في ميدان التحدي في هذه التحديات الجميلة. 8 كيلومترات تحتاج إلى التأني، تحتاج إلى المسايرة، تحتاج إلى هذه الأداء التلقائي في البداية، لأنها مسافة طويلة وجميلة ورائعة مع هذا السن، مع سن الذلل سن الحول في هذه الانطلاقات. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول، ولا زالت مزوح تسيطر، لا زالت مزوح مع الـ5 كيلومترات، لافتت الـ5 كيلومترات، 3 كيلومترات انتهت و5 كيلومترات تبقت في هذا المسار، وهناك مزوح على المركز الأول تقود المشاركات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عبيد بن حمد بن بريك بالحيمر المري عمدة المضمرين
المستمرين هناك الذي يقود مساري هذا الشوط ويقدم مزوح على المركز الأول. الشايبة تأتي في المركز الثاني، الشايبة اللي تحمل شعار سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، ويأتي أحمد بن علي العويسي الذي يضمرها في هذا الانطلاق ويتابعها. بينما المركز الرابع في أول مركز الثالث في هذا الانطلاق تتقدم فيه النويعس، النويعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، شعار كذلك صالة وجال وقدم الكثير في عالم الأصالة وفي عالم التحدي والناموس. يقودها في التضمير الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري، يقدم النويعس، يقدم هذا الاسم الذي قدم سجل حافل بالإنجازات، اسم النويعس هنا في على أرضية هذا الميدان وفي كل ميادين الخليج. نعود إلى المركز الرابع ونشوف رابع المراكز تتقدم. الدوحة 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 الدوحة، وصلت الدوحة وتحركت الدوحة من هجن الشحانية العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتولى عملية تضميرها. الشكلة في المركز الخامس من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها مضمرا. الخمس المراكز، الخمس المراكز الذي تندفع في هذه التحديات وهذه الأثار والحماس القوي والانطلاق الجميل في هذه التحديات عبر شاشة الريان. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا النقل الحي المباشر وهذه المتابعة الدقيقة وهذا الإبداع الجميل في هذه التحديات هنا في هذه الانطلاقات. نعود إلى المركز الأول، تقارب الأسماء والرباعية الجميلة ما بين الأربع المراكز، ما بين الأربع المراكز الأولى الذي تسير بهدوء وتسير بدون أي توامر. من هنا الدوحة تتواجد في هذا الشوط ومزوح كذلك تأتي في هذا الانطلاق. النويعس تندفع بهذا الاندفاع والشايبة تأتي هناك لتقدم أجمل وأروع انطلاقات هذه التحديات. والخامس اللي هي الشك العرض ولا الدوحة على المركز الأول. الدوحة تتصدر المجموعة، الدوحة تتحمل مسؤولية هذا الشوط. هناك نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المركز الأول، تسيطر الدوحة على مقدمة الشوط، تتربع على عرش المقدمة إلى مكان الزعفران، إلى مكان الفوز، إلى مكان الانتصار، وهو المركز الأول. الدوحة من هجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي الذي يقودها. الشايبة في المركز الثاني، الشايبة تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يتولى عملية تضميرها ويتابع الشايبة ومسارها الجميل والرائع. بينما المركز الثالث تأتي في مزوح، مزوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان المري، عمدة المضمرين يقودها في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. النويعس، النويعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن حسين بن جرحب يأتي في تضميرها. والمركز الخامس، خامس المراكز الشكلة من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يضمرها. هذه النتيجة للخمس المراكز وهذه التحديات. بدأت الأمور وبدأت السرعة وبدأت المسافة مشاهدينا الأعزاء تقرب 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 للفوز وتقرب للناموس لنصل إلى لائحة ولافتة الاثنين كيلو متر. الاثنين كيلو متر مشاهدين العزاء.
في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. 2 كيلومتر تبقت 6 كيلومترات انتهت من مسار هذا الشوط، ولكن الجماعة يحسبون حسابهم المضمرين ويتابعون المسافة. يا سلام، ولا زالت كل مضمر يبى الفوز والناموس كذلك في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. يا سلام الدوحة على المركز الأول من هجن الشحانية. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها الوهيبي في هذا المسار، مثل ما قاد الكثير من الإنجازات الصميم. عادت الصميم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وياتي أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، ولكن تقدمت الوجبة. أتت الوجبة مشاهدين العزاء، بدأت تتسلل تساند اللي هي مشاهدين العزاء الدوحة والوجبة، الوجبة والدوحة مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه الأسماء العملاقة، في هذا الشعار العملاق، في هذا الشعار الذي سجل حروف من ذهب بالإنجازات، شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم، الشعار العنابي الجميل الذي يحمل كل ما هو رائع في عالم الأصايل وعالم التحدي. نعود إلى المركز الأول، والتغيير غيرت الوجبة، قادت استلمت هناك من الدوحة المركز الأول. انطلقت الوجبة على مقدمة الشوط من هجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. عادت الدوحة مرة ثانية كذلك من هجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الصميم مصممة على الناموس، مصممة على الفوز. الصميم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في التضمير. المركز الرابع، تقدمت الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في تضميرها، تندفع إلى المركز الرابع. اللحظات الأخيرة والخطيرة في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط بدأت مشاهدينا متابعينا الكرام. 700 متر الأخيرة يا سلام، والانطلاق من قبل الوجبة بشكلها الجميل، بشعارها الجميل، بتحدياتها الرائعة. هذه الوجبة ترقص ما شاء الله على أرضية الميدان، والأمتار الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة. روح يا الوهيبي روح، هي الأمتار الأخيرة. خلاص الوجبة منفردة بالمركز الأول، وهناك الدوحة كذلك ترافق الوجبة وتنطلق مع الوجبة في هذا الاندفاع، ولكن هي الانفراد للوجبة خلاص بالمركز الأول. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز، على هذا الانطلاق وعلى هذه التحديات الجميلة. هذه الوجبة تعلن الفوز وتعلن الرقص الجميل والنهاية الممتازة في هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني دوحة كذلك من هجن الشحانية، والمركز الثالث تتقدم في الصميم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. المركز الرابع وصلت فيه الشايبة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والمركز الخامس وصلت فيه مزوحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا الخمس المراكز كانت بأثارتها وانطلاقتها في هذا الشوط وفي هذا الأداء الجميل والتحدي الرائع. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه الأثارة وهذا الحماس القوي الذي حمل هذا الشوط، الوجبة كانت من تقدم الأداء الجميل بتوقيت زمني مقداره بنشوف على شاشة التلفزيون. هذه اللقطات والعادة للمراكز الأولى، 12 دقيقة و47 ثانية و45 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني وصلت في ثانية المراكز الدوحة، قدمت توقيت زمني 12 دقيقة و50 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا كذلك للسلطان بن محمد الوهيبي. الصميم وصلت في المركز الثالث لاسم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مع أحمد بن خلفان بالصايغ، 12 دقيقة 50 ثانية، 64 جزء من الثانية. تهانينا وناموس ويعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل، شكرا لي